الله الرحمن الرحيم. سعادة الأمين العام، هل يوجد نصاب؟ شكرا معالي الرئيس. المعتذرون وسلمك إيمان حسن شويطر، مشاركة خارجية. سعادة النائب محمد جاسم عليه وظرف صحي، والنصاب نعم ظلمك. الحضور 21 من أصحاب سعادة النواب، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نفتتح الجلسة العادية 30 من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 ميلادية. التصديق على المضبطة، في أحد عنده أي مضبطين؟ مرة 28 29، أول شيء 28، اللي عنده أي ساعتنا مضبطة؟ لا، نتكلم عن المضبطة. إذا تعتمد المضبطة في الجلسة 28 29، فضلكم. تفضل أمين العام. شكرا معالي الرئيس. من بند الاستدراك، اختار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم 39 لسنة 2024، والتي أحيلت بصفة الاستعجال مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ثانيا، اختار المجلس بالرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة، والتي أحيلت بصفة استعجال، والتي أحيلت مع المشروع بقانون لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ثالثاً، عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي والمرافق المرسوم رقم 40 لسنة 2024، وذلك للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وشكرا. تصويت. هل يوافق المجلس على إحالة الرسالة إلى اللجان المختصة؟ تصويت بفضلكم. أغلبية موافقة. تفضل بند رابع. عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار المرافق المرسوم رقم 41 لسنة 2024، ذلك للنظر في حالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وشكرا. هل يوافق المجلس على حالة الرسالة إلى اللجان المختصة؟ تصويت بفضلكم. أغلبية موافقة. البند الذي يليه. شكرا معالي الرئيس. من جدول الأعمال البند الثالث، الأسئلة. إجابة سعادة وزيرة الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد موسى محمد البلوشي بشأن تكلفة استئجار لمباني وزارة الصحة خلال عام 2023، وشكرا. تفضل سعادة النائب محمد موسى. شكرا معالي الرئيس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الرئيس، كان هذا السؤال في الأساس موجه إلى معالي وزير المالية حول تكلفة المباني الحكومية المستأجرة، التكلفة السنوية لهذه المباني، ولكن أتى الرد من مستشاري المجلس بأن هذا السؤال في خارج اختصاص معالي وزير المالية، فارتئينا أن نسأل مباشرة وزيرة الصحة حول هذا الموضوع. قيمة المباني المستأجرة من قبل وزارة الصحة
تكلفتها، وهل هناك خطة لوزارة الصحة لأن تكون لها مباني مستقلة وتبتعد عن مسألة التأجير، حيث أن هذا التأجير يكلف الحكومة مبالغ كبيرة جدا. فردت سعادة وزيرة الصحة على أن هناك مبنى واحد فقط مستأجر من قبل وزارة الصحة ويكلف الحكومة قرابة 29,000 دينار شهريا، وهذا الأمر يكبد الحكومة معالي الرئيس يعني مبالغ كبيرة سنويا. بغض النظر عن المباني الأخرى، المباني الحكومية الأخرى حيث تكلف الحكومة الملايين، فلذلك ارتئينا أن احنا نسأل مباشرة وزيرة الصحة حول هذا الموضوع، وأجابت هي أيضا يعني مشكورة على هذا السؤال بكل وضوح وبكل وبنسب وبأرقام، ولكن لم تحدد أيضا سعادة الوزيرة خطة الوزارة للاستغناء عن استئجار مثل هذا المبنى. قبل رد الوزيرة معالي الرئيس بدنا أن نسمع أيضا من مستشار مساعدة المستشار من هو المسؤول عن السؤال المقدم في البداية عن قيمة المباني الحكومية المستأجرة بشكل كامل، وشكرا. شكرا. أي مستشار تقصد؟ مستشار. ما يقدر يجاوبك على شيء دي. جاوبك وزيرة الصحة. يا الوزيرة جاوبك بمعنى هي مختصة. تفضل يا سعادة الوزيرة إذا في شيء. تفضل. في البداية سألنا، كان السؤال مقدم إلى معالي وزير المالية عن قيمة المباني الحكومية المستأجرة، وأتى الرد من مستشارين المجلس بأن معالي وزير المالية غير مختص في هذا السؤال. من المختص بهذا السؤال؟ المباني الحكومية المستأجرة، كل المباني الحكومية المستأجرة، هناك مباني حكومية مستأجرة تابعة لوزارات حكومية مستأجرة صار لها أكثر من 20 سنة إلى اليوم، فهل هناك يعني خطة للحكومة للاستغناء عن هذا الاستئجار، أو أن الحكومة ماضية في الاستئجار المباني الحكومية؟ شكرا سعادة محمد. تفضل دكتور محمد. دكتور. شكرا معالي الرئيس. حيث أنه طبعا المادة 91 تشترط أول شروط السؤال أن يوجه إلى الوزير في حدود اختصاصه، وبالتالي وزير المالية ليس مسؤولا عن جميع حالات الاستئجار التي تقوم بها الوزارة، كل وزارة مسؤولة عن الاستئجارات التي تقوم بها، يعني المباني المؤجرة، وبالتالي تدفع من ميزانيتها. فإحنا سبق أن صار هذا ليس السؤال الأول، سبق أن وجهت أيضا في الفصول الماضية، فالآن سعادتك وجهت سؤالك إلى سعادة وزير الصحة، وهو سؤال صحيح ويدخل ضمن اختصاص سعادة الوزيرة، والدليل أن سعادة الوزيرة جاوبت، وبالتالي كل وزارة مسؤولة في حدود ميزانيتها، والعقود أيضا تبرمها الوزارة المعنية. شكرا معالي الرئيس. شكرا. في أي تعليق؟ تفضل يا سعادة الوزيرة. بداية أشكر سعادة النائب محمد موسى لحرصه على الاستخدام الأمثل للموارد، وفيما يتعلق بوزارة الصحة فهنالك خطة لإعادة تأهيل المباني القديمة لوزارة الصحة، وجاري عمل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الأشغال والجهات المختصة، وبالتالي في حال صلاحيتها للاستخدام سيتم الاستفادة منها للغرض المخصص منه. جميع المباني الأخرى التي تمتلكها وزارة الصحة مستخدمة فيما يصف في مصلحة المستفيدين من الخدمات، فهنالك مبنى لإدارة الصحة العامة وتعزيز الصحة، العلاج بالخارج، وصحة البيئة، وغيرها من المباني. والمبنى الوحيد المستأجر هو مقر الوزارة الحالي، وإن شاء الله وفق خطة إعادة تأهيل المباني القديمة للوزارة السابقة في حال صلاحيتها كهيكلية إن شاء الله بعد دراسة المستشارين والجهات المختصة يتم الاستفادة منها للغرض المخصص من أجله. تفضل الأمين العام. سؤال ثاني. إجابة سعادة وزير الصحة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بشأن الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة الوطنية تنظيم المهن والخدمات الصحية عند منح مزاولة الأطباء غير بحرينيين في القطاعين العام والأهلي، وشكرا. تفضل سعادة النائب محمد. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية معالي الرئيس أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة وزيرة الصحة على تعاونها الدائم مع مجلس النواب
وعلى هذه الإجابة التي أراها وافية وأجابت على كافة الأسئلة التي وجهت ضمن هذا السؤال. معالي الرئيس، ما دفعني لتوجيه هذا السؤال هو انتشار ظاهرة تزوير بعض الشهادات في الدول المجاورة، والتأكد أن مملكة البحرين لديها من الأجهزة الكافية لمكافحة مثل هذه الأمور، وبالذات في التعليم والصحة. في التعليم، معالي الرئيس، جزاه الله خير وزير التربية والتعليم اتخذ إجراءات للأمور الأكاديمية في الجامعات والمعاهد الخاصة في التأكد من هذه الشهادات. والآن وجهت هذا السؤال لوزيرة الصحة، وبالفعل أكدت الوزيرة أن هناك شركات متخصصة في إعطاء تأكيد صحة هذه الشهادات للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص والقطاع العام على التوالي، وكانت الإجابة وافية. ولكن الذي أريد أن أتأكد منه معالي الرئيس في هذه المداخلة، أريد من سعادة الوزيرة أن تشرح لي عن هذه الشركات وكيف يتم اختيارها، وهل هي على كفاءة دولية في التأكد من صحة هذه الشهادات. معالي الرئيس، نريد أن نتأكد أن هذه الجهة التي تعطي صك الصحة لهذه الشهادات هي على قدرة في ذلك. معالي الرئيس، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا سعادة محمد. سعادة الوزيرة تفضلي. شكرا معالي الرئيس. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة النائب الأخ محمد على السؤال اللي يتضح من خلاله الحرص على تقديم أفضل الخدمات والحرص على سلامة المستفيدين منها في مملكة البحرين. وأحب أؤكد كما ورد في الرد الصادر والخطاب المتعلق بالآليات للتأكد والتحقق من استيفاء جميع المعايير بما فيها الشهادات عند تقدم أي فرد سواء كان أو أي طبيب سواء كان بحريني أو غير بحريني للحصول على الرخصة لمزاولة المهنة في مملكتنا الحبيبة. وفي هاي الإطار يتم التقدم من خلال برنامج إلكتروني موجود على موقع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن، ووفق اشتراطات معلنة وبكل شفافية على الموقع، تتضمن وجود الشهادات، كافة الشهادات، شهادة الخبرة، آخر رخصة حصل عليها الطبيب في البلد اللي كان يعمل فيه سابقاً أو تدرب فيه، أيضا شهادة حسن سيرة وسلوك، شهادة لياقة طبية، كما أن هنا وجود شهادة تثبت مصداقية الشهادات والتحقق منها من خلال شركات تدقيق معتمدة وهي ذاتها المستخدمة في دول مجلس التعاون، ويتم التحقق من خلال وجود آلية عند اختيار هذه الشركات أو شركة التدقيق، يتم أخذ عينة من الشهادات والتحقق منها من خلال شركة أخرى، فبالتالي يتم التحقق. كما توجد لجنة استشارية مستقلة أيضا تتحقق من استيفاء المعايير واستيفاء الشهادات في حال وجود أي شك في أي من الشهادات. والدليل على ما نقول إن في السؤال الوارد من سعادة النائب، هل تم وجود أو تم رصد بعض الحالات التي لم تستوفي الاشتراطات والمعايير أو لم تجتاز مصداقية الشهادات؟ وتم الإجابة بنعم، فهنالك 100 في عام 2000 من في الفترة من يناير 2023 لحد 21 أبريل 100 طلب للحصول على الرخصة لم يستوفي المعايير أو لم ينتهي من استكمال الإجراءات وتم رفضه وعدم إصدار الرخصة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن. فهنالك آليات، ويتم التحقق من الشهادات قبل إصدارها، يتم التحقق من المعايير، وقد صدر قرار من المجلس الأعلى للصحة في عام 2017 منظم، وأيضا منشور وفق البي كيو آر والبري كواليفيكيشن ريكوايرمنت اللي موجودة على موقع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن. نحن نشارك سعادة النائب وحريصين جدا على سلامة المرضى وتقديم خدمات ذات جودة عالية وذات مأمونية وسلامة عالية لجميع المستفيدين على أرض المملكة الحبيبة. وختاما أتمنى أن نكون وفقنا للإجابة على سؤال سعادة النائب. شكرا. شكرا سعادة الوزيرة. في أي تعليق؟ تفضل الأمين العام. سؤال ثالث. شكرا معالي الرئيس. سؤال المقدم من سعادة النائب بدر صالح التميمي حول عدد الإصابات بمرض السرطان في مملكة البحرين منذ بداية الفصل التشريعي حتى تاريخه ولكل سنة على حدة مع بيان كل نوع، والذي لم تجب عليه سعادة الوزيرة
في الموعد المحدد ليتم رد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة 136 من لائحة الداخلية لمجلس النواب. وشكرا. تفضلي سعادة الوزيرة. شكرا معالي الرئيس. بداية أوجه شكري لسعادة النائب بدر التميمي على طرح السؤال، وأنوه حرص وزارة الصحة على تقديم كافة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة بما فيها السرطان، وأكرر شكري لحرصه على فئات المجتمع وتقديم أفضل الخدمات. أما بخصوص السؤال الوارد فيما يتعلق بعدد الإصابات بمرض السرطان التي تم تسجيلها في مملكة البحرين، فتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 1146 حالة في عام 2022، بلغت إصابات الذكور منها 516 بنسبة 45%، والإناث 630 بنسبة 55%، وذلك في عام 2022. وكان لسرطان القولون والمستقيم النصيب الأكبر في سرطانات الذكور، يليها سرطان البروستيت وسرطان الرئة في المرتبة الثالثة بالنسبة للذكور. وبالنسبة للإناث سرطان الثدي حظى بالنصيب الأول، يليه سرطان الرحم ثم سرطان القولون والمستقيم. أما بالنسبة إلى السؤال المتعلق أو بجزئية المتعلقة بمعدل الزيادة السنوية، فتجدر الإشارة بأنه لا توجد زيادة مثبتة إحصائيا في السنوات من عام 2020 لعام 2022، بل كانت هنالك انخفاض بسيط، فكانت نسبة الإصابة في عام 2020 هي 1180 مو نسبة الإصابة، عدد الإصابات 1180، ومثل ما ذكرت في عام 2022 1146، مما يعكس الاستمرارية في الجهود، ولكن تفاوت الانخفاض هذا هو انخفاض بسيط لا يعد إحصائيا له الوزن، ولكن إن شاء الله مستمرين في عمل كافة الإجراءات لمكافحة السرطان والحد من مضاعفاته. وبفضل الله فإن الوزارة مستمرة في القيام بعدد من المبادرات التي تتمحور في ثلاث مرتكزات أساسية، هي الوقاية والكشف المبكر والعلاج. ففي إطار الوقاية على سبيل المثال للحصر، تم إدخال لقاح التهاب الكبد الوبائي في التسعينات من العقد المنصرم، وذلك في إطار خفض ليس فقط الإصابة بعدوى التهاب الكبد، ولكن في خفض الإصابة بسرطان سرطان الكبد والمرتبط في حالات كثيرة بالإصابة بهذا الفيروس. كما تم إدخال حديثا لقاح الورم الحليمي المرتبط بعدد من السرطانات بصفة عامة. أما في إطار الكشف المبكر، فقد تم توفير عدد من الأجهزة التشخيصية للكشف المبكر سواء في المراكز الرعاية الصحية مثل الماموغرام لسرطان الثدي، وأيضا توفير الكشف المبكر عن سرطان القولون ككشف مبكر، وهنالك شراكة مع المستشفيات المختلفة مثل مستشفى الملك حمد الجامعي لتطبيق العديد من المبادرات، والتواصل مع المستشفيات نظام إحالة للمستشفيات الحكومية في حال وجود أي اشتباه بالإصابة فيه، كما وجود بقية الكشوفات حسب نوعية السرطانات. وفي إطار العلاج تم تخصيص مركز متخصص للأورام يخدم مملكة البحرين، يضم عدد من الخبرات ويتوفر فيه العلاج الإشعاعي بالإضافة للتشخيص، العلاج الإشعاعي الكيماوي البيولوجي والمناعي وغيرها من التخصصات التي تصب في التشخيص والمتابعة في مكان واحد لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، واللي ما نتمنى إصابة أي أحد بأي مضاعفات ممكن تلافيها. طبعا هنالك العديد من المبادرات، ومنها وجود فرق على المستوى الوطني تعمل بتضافر مالتي سيكتوريال، خلنا نقول متعددة القطاعات، تضم كافة الجهات، فريق وطني للأمراض غير السارية ولجنة وطنية لمكافحة التدخين، تختص وتضم جهات مختلفة للحد من مسببات السرطان. يوجد أكثر من 200 نوع من السرطانات، الأسباب المرتبطة بالسرطان تختلف، هنالك العديد من السرطانات لا يوجد سبب محدد للإصابة فيها، ولكن قد تكون عدة أسباب مجتمعة بالإضافة إلى القابلية الوراثية أو الاستعداد الوراثي لبعضها مثل بعض أنواع سرطان الثدي.
وأيضا هنالك الإصابة في عدد من الفيروسات كأحد الأسباب، وهنالك أسباب مثبتة تتعلق ببعض السلوكيات مثل التدخين، وهو هنالك مثبت ارتباطه بأنواع معينة مثل سرطان الرئة وغيرها من السرطانات. أيضا اتباع نظام غذائي غير سليم خصوصا ذلك المشبع بالدهون، فهنالك بعض السلوكيات التي قد تسهم في الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى التعرض لعديد من العوامل المختلفة التي قد تتسبب في المساهمة في زيادة القابلية للإصابة بعدد من الأمراض ومنها السرطان. وهنالك العديد من المبادرات بالإضافة إلى الوقاية والتشخيص والعلاج، مبادرات توعوية وتثقيفية سواء كانت تقوم بها وزارة الصحة أو بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبالشراكة مع كافة الجهات في مملكة البحرين للحد من الإصابات أو لمكافحة مضاعفاتها والكشف المبكر وبالتالي تحسين جودة الحياة. وأتمنى أن نكون وفقنا للإجابة على سؤال الأخ سعادة النائب بدر، واللي يصب في مصلحة المستفيدين من الخدمات الطبية وهذه الفئة العزيزة على قلوبنا. شكرا معالي الرئيس. شكرا، تفضل سعادة النائب بدر. شكرا معالي الرئيس، نشكر سعادة الوزير على ردها على السؤال المطرح. من أهم أسباب الله يسلمك اللي أدانا إذا تقديم هذا السؤال، لا يخفى عليكم معالي الرئيس إن ما في عائلة في البحرين إلا فيها من هذا المرض، وهو منتشر حاليا. والدليل على ذلك إن قامت الحكومة المقرة مشكورة بإنشاء مركز للأورام في مستشفى الملك حمد. ومن الضروري معرفة أهم الأسباب، يمكن شرحت سعادة الوزيرة منها معرفة هذه أسباب المرض، هل هي مثل ما ذكرت الوجبات السريعة ولا غيرها من الأمور المجهولة، لكن هي ذكرت أن بعض الأسباب تكون منها المأكولات السريعة. وبخصوص هل هناك دراسات عن هذا المرض مثلا، خصوصا بأن هذا العلاج مكلف على المواطن وفي نفس الوقت مكلف على الحكومة الموقرة. لا يخفى عليكم معالي الرئيس مطلوب العمل على الوقاية من هذا المرض الخطير وبجدية من خلال عمل حملات توعوية وعشوائية مثل ما قام فيها مستشفى الملك حمد مؤخرا. يمكن مبادرة تشكر عليها إدارة المستشفى، تشكر عليها وزارة الصحة اللي هي قامت فيها في مجمعات مختلفة من البحرين واكتشفوا فيها حالات عند مرضى ما كانوا يشعرون أنهم فيهم ذي المرض الخبيث والخطير في نفس الوقت. ناهيكم أن هذه معالي الرئيس أن هذا المرض يعني فعلا اسم على مسمى أنه خطير وخبيث، لأنه يحق البني آدم ولا حق المواطن ولا حق الإنسان بدون علمه يكتشفه عقب فترة من الزمن ويؤدي إلى ما أسوأ الحالات حق المواطن نفسه. في النهاية معالي الوزير معالي الرئيس نشكر نسأل الله العلي القدير أن يشافي جميع مرضانا مرضى المسلمين من هذا المرض وجميع الأمراض. وشكرا لمعالي سعادة وزيرة الصحة على هذا الرد، وهي من الوزراء للصراحة المتعاونين معنا حتى كان سوء في البحرين ولا كانت خارج البحرين، لها كل الشكر والتقدير. شكرا معالي. شكرا سعادة بدر. تفضل الأمين العام سار الرابع. شكرا معالي الرئيس. إجابة سعادة وزيرة السياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب حسن إبراهيم حسن حول البرامج والأنشطة الفعاليات التي تعمل عليها الوزارة استراتيجيتها حتى عام 2026. شكرا. تفضل سعادة النائب حسن. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، البحرين من الدول المتقدمة في العالم بالانفتاح بالتعايش السلمي، ومن الدول القليلة اللي عندها انفتاح مع الحفاظ على الهوية الإسلامية. توجد فرص كبيرة للتطور لرفت عوائد أكبر من السياحة، وهذا يعني أنا قلتها من قبل وأرد أكرر وأقول يوجد كنز في البحرين يجب استغلاله بطريقة صحيحة. أمانة يعني الوزارة قايمين بدور، وإحنا اليوم مو بنا أنا مو بواقف أنتقد، ولكن واقف إن نحط يدنا بيدهم إن ندعمهم وإن نطور من السياحة في البحرين، لأن يكون السياحة رفع نسبة العوائد السياحية في البحرين من خلال استراتيجيات، يجب أن تكون استراتيجيات واضحة ولها أهداف واضحة.
البحرين الحمد لله يعني نجحت في جميع الفعاليات اللي تستقطبها. إذا نذكر الفورميلا 1، نذكر البرلمان مثلا، مؤتمر البرلمان الدولي 146، هذا المؤتمر معالي الرئيس احنا رحنا من بعده لأفريقيا، ومن بعدها رحنا لسويسرا، واحنا في سويسرا جميع الوفود تي وتقول لنا وتشيد في البحرين تقول أفضل دولة في العالم احتضنت البرلمان الدولي هي مملكة البحرين. فاحنا عندنا هذه الحمد لله السمعة الطيبة، وعندنا الحمد لله البيئة اللي جاهزة أن تجذب المزيد من الفعاليات والمزيد من النشاطات، يجب أن نستغلها بالطريق الصحيح. معالي الرئيس مسرح الدانة يعني أقام بعديد من الفعاليات اللي فعلا يعني أجذبت سياح من برا، والحمد لله عليها قدوم كبير، ولكن يعني نتمنى أن في المستقبل يكون هناك باقات، يعني هذه الباقة تقدر تشمل سكن فندق، تشمل حضور فعالية، تشمل مثلا تخفيض في مطاعم أو في دكاكين وإلى آخره. فذكرت معالي الوزيرة في السؤال أن عندنا بيئة جاذبة للمستثمرين. المستثمر معالي الرئيس إذا بي من برا بيستثمر في البحرين، يجب هناك أن تكون يعني دراسة جدوى واضحة له، ما هي العوائد؟ أنا اليوم بحط 1,000,000 دينار، كم سنة أحتاج عشان أرجعها؟ شنو الROI؟ شنو الريتيرن أون إنفستمنت على الاستثمار اللي بحطه؟ والله أنا إذا بسوي ملعب بادل بياخذ لي على سبيل المثال 10 سنين وبرجع رأس المال، أو بياخذ لي 2-3 سنوات. يجب هناك أن تكون خطة واضحة على أساس أن المستثمر يضخ أمواله ويحط رأس المال وهو مطمن أن أنا حطيت فلوسي في المكان الصحيح. يعني معالي الرئيس، الترويج للبحرين يعني أنا أرى أن في مجال كبير للترويج للبحرين من الخارج، يعني من خلال السفارات، من خلال المكاتب السياحية، الاتفاق مع المبيعات في المكاتب السياحية لو يأخذون نسبة، لأن بالعكس اللي يجي البحرين يشوف البحرين بطريقة مختلفة. يعني احنا استقبلنا وفد تركي يايب اكله وياه، يقول انا عبالي هاي البحرين صحراء ما فيها شيء، لكن يوم شاف البحرين قال ما شاء الله هذه يعني من الدول اللي انا بايها السنه وكل سنه بعد. وفي النهايه معالي الرئيس احنا الحمد لله يعني شفنا تطور كبير في مجمعات، نشوف مجمع مراسي، نشوف مطاعم جديده قاعد تفتح، نشوف الكثير من الأمور اللي قاعد تتطور، ولكن الأساس هو رفع المستوى المعيشي للمواطنين لأنه يكون قوة شرائية. السياح لو بيخدمون على البحرين بيخدمون لفترة وبيمشون، ولكن مو بحلوة أن احنا نشوف الأجنبي جاي يحضر الفعاليات ويروح الدكاكين والمطاعم والمواطن ما يقدر. فالأساس هو المواطن، والأساس في القوة الشرائية هو المواطن اللي كل يوم موجود. يوجد هناك يعني 3 أرقام احنا دائما نركز عليها في السياحة، وسعادة الوزيرة أكيد يعني تولي اهتمام حق هذه الأرقام. السائح في البحرين كم المدة اللي يتم فيها في البحرين؟ كان من قبل أظن 2.5 يومين، ونتمنى أن نرفع هذه لمثلا 3 أيام 4 أيام، واللي ندعم الفنادق الموجودة. يعني ذكرت سعادة الوزيرة أن يوجد هناك فنادق جديدة قادمة، لكن في نفس الوقت نشوف أن في رسوم على الفنادق. الفندق طبعا 30 ثانية إن شاء الله، إن كان 3 نجوم أو 4 نجوم أو 5 نجوم عليه رسم معين، لكن في الحقيقة 5 نجوم هامش الربح يختلف عن 4 نجوم. فنتمنى مراجعة هذه الرسوم على أساس أنه يكون المستثمر نقدر نفتح فنادق أكثر ونرفع. يعني الحين أظن 40% هي نسبة
اوكيبنسي في الفنادق، وهذه بعد يجب ان نرفعها في الفنادق القائمه حاليا عشان نستقطب فنادق جديده. شكرا سعادة حسن. تفضل يا سعادة الوزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم لكم بالشكر معالي الرئيس، وأتقدم لسعادة النائب حسن إبراهيم بالشكر على ما يوليه من اهتمام بالقطاع السياحي. معالي الرئيس، سعادة النائب قدم في طرحه للسؤال عدة جوانب مهمة جدا في القطاع السياحي في مملكة البحرين، ومن الأمور الرئيسية اللي حابين ان احنا نطرح اليوم في مجلسكم الموقر ان بالفعل ان الحكومة تولي اهتمام كبير جدا للقطاع السياحي، وهذا الاهتمام يأتي من باب تنويع المدخلات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي. ولله الحمد عندما ننظر إلى مؤشرات قياس الأداء في الخطة الاستراتيجية السياحية اللي هي من 2022 إلى 2026، نرى بالفعل أن هناك نسبة زيادة ملحوظة في الإيرادات السياحية في مملكة البحرين، وهذه النسبة هي ما تقارب 32% زيادة في 2023 مقارنة ب 2022. وعندما أيضا ننظر لعدد الزوار في مملكة البحرين، نرى أيضا هناك نسبة زيادة ما تقارب 25% في سنة 2023 مقارنة ب 2022. وأحب معالي الرئيس أيضا أتطرق لسؤال سعادة النائب بخصوص معدل أيام الإقامة للسائح في البحرين. كلام سعادة النائب صحيح، فعلا أن نسبة أو معدل يوم الإقامة للسائح زاد في الفترة الأخيرة وصار أزيد من 3 أيام، وطبعاً إن إحنا في خطتنا الاستراتيجية عندنا هدف إن أيضاً نزيد هذا المعدل بشكل ملحوظ. إذا إحنا بنتكلم عن نسبة الاستثمارات في القطاع السياحي، نرى أيضا أن هناك قابلية كبيرة من القطاع الخاص سواء محليا أو دوليا للاستثمار في القطاع السياحي في مملكة البحرين. ويمكن الجدير بالذكر معالي الرئيس أن إحنا نرى أن هناك إلى من 2024 إلى 2026 هناك 11 فندق تتراوح تصنيفاتهم بين فئة 4 نجوم والخمس نجوم راح يفتحون قريبا في مملكة البحرين، وهذا يعطينا يعني مؤشر جدا إيجابي على مدى قابلية المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع تحديدا. ونرى أيضا أن إذا احنا بنشوف المبادرات النوعية اللي قامت بها مملكة البحرين، وإذا بننظر تحديدا إلى الرخصة الذهبية، احنا طبعا على علم أن الرخصة الذهبية التي قدمتها مملكة البحرين هي 9 رخص، واثنين من هذه الرخص هي للقطاع السياحي. فهذا فعلا يبين لكم معالي الرئيس ان ما مدى تنويع الاقتصاد من خلال القطاع السياحي تحديدا. اما بالنسبة الى يمكن ذكر سعادة النائب التعاون مع المكاتب السياحية الدولية، بالفعل هذه من المؤشرات الرئيسية اللي احنا ننظر لها في خطتنا الاستراتيجية. وطبعا ان احنا في الخطة الاستراتيجية ان احنا حددنا الأسواق المستهدفة اللي احنا راح نركز عليها سواء كانت في دول مجلس التعاون أم في الصعيد الدولي كذلك، وفي تعاون مباشر مع العديد من المكاتب السياحية للترويج لمملكة البحرين وأيضا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح إلى مملكة البحرين. الجدير بالذكر أيضا، يمكن سعادة النائب تطرق حق هذه النقطة في سؤاله، إن فعلا بدينا احنا في مملكة البحرين نستقطب عدد كبير من الفعاليات من المؤتمرات، وهذا يعني دليل على حرص مملكة البحرين ان احنا نكون في مصاف الدول اللي هي فعلا تعول على المنتج السياحي في مملكة البحرين. والجدير بالذكر كذلك ان احنا عندما تم انشاء مركز البحرين العالمي للمعارض، دائما نتأكد ان المستثمر
المستثمر أو اللي يحضر هذه النوع من المؤتمرات إنه أيضا يقضي عدد أكبر من الأيام في مملكة البحرين، على أساس إنه هو أيضا يشوف الإمكانيات السياحية الموجودة اللي يمكن هي خارج عن سياحة الأعمال. شكرا لك معالي الرئيس، وطبعا إن إحنا دائما موجودين للتعاون البناء ما بين وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وسعادة النواب. تفضل الأمين العام سال الذي لي. شكرا معالي الرئيس. إجابة سعادة وزير السياحة على السؤال المقدم من سعادة النائب حسن عيد وخماس حول عدد المنشآت السياحية في منطقة الجفير والعدلية، وشكرا. تفضل سعادة النائب حسن وخماس. شكرا معالي الرئيس. طبعا نشكر سعادة الوزيرة على إجابة على سؤالنا حول المنشآت السياحية في الدائرة الرابعة محافظة العاصمة. طبعا السؤال كان عدة أجزاء، مثلا من الشق كان فيه هو عن عدد المنشآت السياحية في منطقة الجفير والعدلية، وهو طبعا سعادة الوزيرة مشكور عطتنا بالتفصيل كل العدد المنشآت اللي هي في منطقة الجفير والعدلية، ولكن هناك بعض الملاحظات حبيت أذكرها لمعاليكم. طبعا الشق الثاني من السؤال كان كم عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد المنشآت السياحية في عام 2023 مع بيان تصنيف ونوع المخالفات. طبعا تفضلت سعادة الوزير أشارت أن بلغ عدد المخالفات اللي هي المنشآت السياحية في 2023 150 مخالفة، تنوع أسبابها من مخالفات مالية ومخالفة عدم تسليم التقرير المالي، مخالفات تتعلق بالترخيص من قبل التأجيب الباطن وما شابه ذلك، وتغيير طبيعة العمل المرافق خلافا للترخيص الممنوح له. طبعا احنا كنا نتساءل ايضا عن هذه المخالفات، يعني هناك مخالفات وصلت النيابة طبعا ولم يذكر سبب المخالفات، هي طبعا مخالفات تتعلق بعدم التزام بأوقات العمل للمطاعم السياحية، وهذه اللي نبرك عزيلي أكثر شيء سعادة الوزيرة معالي الوزير معالي الرئيس، إن هي كثير من المنشآت تعمل في أوقات أكثر من المسموح لها إلى الفجر بعض المرافق، ما يشكون الأهالي كذا مرارا أن هناك أصوات عالية من وما يوجد عندهم هناك كاتم للصوت أو يعني الأصوات هذه اللي هي مال الموسيقى العالية في المطاعم السياحية. طبعا السؤال الشق الثالث من السؤال هو هناك تزايد في أعداد المخالفات بمقارنتها من السنوات السابقة، وكم يبلغ الفارق؟ يعني من خلال الرجوع لملفات الهيئة تبين هناك زيادة طفيفة من عام 2023 لعدد المخالفات عن سنة 2022 حوالي 25 مخالفة، ويعزى ذلك لأسباب متفرقة من بينها زيادة عدد التراخيص الممنوحة للمنشآت السياحية. تجد الإشارة يعني هنا إن هي هناك بعض يعني الجو لم يتضمن مقارنة الأعداد المخالفات في السنوات السابقة، وتم الاكتفاء بذكر بيانات العام 2022. سعادة الوزيرة لم تذكر لنا ضمن هذه المقارنة عن عدد المخالفات اللي هي من هاي السنة 22 و23. والشق الرابع من السؤال وكم يبلغ عدد المخالفات التي تم تحويلها إلى النيابة العامة، وما هو سبب حالتها، وما هي الإجراءات المتخذة إزاء كل مخالفة، غرامة، غلق، إلغاء الترخيص أو غيره. وطبعا سعادة الوزيرة أشارت بأن 85 مخالفة تم إحالتها للنيابة العامة، في حين صدر حوالي 45 قرار إداري متنوع بين الغلق الإداري ووقف الترخيص وتوجيه الإنذارات، ولم يتضمن الجواب تفاصيل الإجراء المتخذة لكل مخالفة على حدة حسب ما هو مطلوب في السؤال المقدم. طبعا الشق الخامس من السؤال أيضا وهو كم عدد مرات التفتيش لهذه المنشآت السياحية للتأكد من سلامة تنفيذ القانون.
طبعا سعادة الوزيرة ذكرت بأن بلغت عدد مرات التفتيش الشهري للمنشآت للتأكد من سلامة تنفيذ القانون، وذلك ضمن التفتيش الدوري حوالي 150 زيارة دورية شهريا، هذا بالإضافة إلى التفتيش الأخرى من بينها المحلات المشتركة مع الجهات المختلفة، ومن بينها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور والدفاع المدني وغيرها، حيث تستهدف الحملات المشتركة ما يتعلق بالمنشآت السياحية. طبعا هناك الشق السادس من السؤال، وهو كم يبلغ عدد المفتشين المكلفين بالمراقبة بمجمل الوزارة، وهل عدد المفتشين في الوزارة كافي بالنسبة لحجم وعدد المنشآت السياحية في البحرين وحجم عدد أعمال المفتشين؟ طبعا تبين من إجابة سعادة الوزير بأن عدد المفتشين غير كافي، حيث بلغ عددهم 12 مفتش، ولدى الهيئة خطة لرفضها، وهي تذكر سعادة الوزير بأن هناك خطة زيادة هذه المفتشين. وأنا أتذكر هذه نفس السؤال سألناه في الفصل الثالث من مجلسكم، الفصل الثالث نفس السؤال طرحناه على الوزير السابق، كم عدد؟ نفسه قال 12 مفتش. إذا رجعنا المضابط القديمة لاحظنا في السنة 12، يعني من كذا سنة حين ما زال 12 مفتش، وعندنا فوق 150 مشاة، فأعتقد هذه يعني 12 مفتش لا يكفي حق على المخالفات اللي قاعدة تصير في الفنادق خاصة. طبعا احنا نبي نركز على الازعاج اللي قاعد يصير في هاي الفنادق، ركز يعني مع سعادة الوزيرة ان هذه الازعاج اللي قاعد يصير في مناطق سكنية، حتى الساعة 3 من الصبح تشوف ازعاج في هذه المنشآت من صوت عالي، من موسيقى، من اغاني، مما يسبب يعني للأهالي إزعاج كبير. وطبعا كما تعرف يعني حتى احنا المسايد ويسكرون الميكروفونات على الصلاة ودي، لكن هذا لين المطاعم السياحية شوف أصوات الموسيقى عالية ما يزعج مثل ما قلنا للأهالي. على العموم يعني هي سعادة الوزيرة حاولت أن تغطي، لكن في بعض الملاحظات لم يتم الإجابة عليها، نتمنى إن شاء الله تعطينا نبذة عن هذه الأشياء اللي ذكرناها، وإن شاء الله إحنا بعد يعني نتمنى أن نزيد هذه يزيدون المفتشين، مفتشين يعني 12 واحد حق 150 أو يعني كذا منشآت، هاي بس في العدلية والجفير، باقي لك الحورة هناك بعد مشاكل كثيرة عندهم بعد. هاي 12 مفتش ما تكفي. شكرا سعادة أبو حسن، تفضلي سعادة وزيرة. شكرا معالي الرئيس، وحابة أيضا أني أشكر سعادة النائب الدكتور حسن أبو خماس على سؤاله اللي يأتي ضمن يعني الأسئلة اللي فعلا تبين لنا أن ما مدى اهتمام سعادة النائب بالقطاع السياحي. إذا تسمح لي معالي الرئيس أني أتطرق لموضوع يمكن ذكره سعادة النائب في سؤاله وأيضا أثناء الجلسة، اللي هو بنسبة عدد أو كم بلغ عدد المفتشين في هيئة البحرين للسياحة والمعارض. بالفعل أن هناك حاليا 12 مفتش، وأتفق مع سعادة النائب أن يجب زيادة هذا العدد، ولهذا السبب تحديدا تم إصدار مرسوم رقم 82 لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتم فصل الترخيص، إدارة الترخيص أو مهام الترخيص مع مهام الرقابة. وفعلا أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تولي اهتمام كبير بزيادة عدد المفتشين، لعلم الهيئة بالكم الكبير من العمل اللي يقومون فيه المفتشين بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات الرسمية الأخرى. أما بالنسبة لسؤال سعادة النائب بخصوص المنشآت السياحية والمخالفات
اللي يتم إصدارها إلى المنشآت السياحية. طبعا بلغ عدد المخالفات في 2023 إلى 150 مخالفة، تتراوح هذه الأرقام بين 85 مخالفة تم إحالتها للنيابة العامة و45 قرار إداري. وطبعا بالنسبة إلى سؤال سعادة النائب للمخالفات اللي تم إحالتها إلى النيابة العامة، طبعا هذه الأسباب أو الإحالة تتراوح ما بين عدة أمور، سواء كانت تنظيمية تقوم بها هيئة البحرين السياحة والمعارض، أو المخالفات اللي هي على حسب قانون السياحة تعتبر هي المخالفات الجسيمة اللي تمس بالسمعة الوطنية للسياحة في مملكة البحرين. أما بالنسبة إلى أيضا يمكن تطرق سعادة النائب إلى بعض الأمور في منطقة الجفير والعدلية اللي يمكن تسبب بعض الضوضاء اللي مثل ما ذكر سعاد حسن بخماس. وبالفعل ان احنا استشفينا ان من المهم جدا ان احنا نعالج هذا الموضوع، ولهذا السبب تحديدا تم اصدار القرار رقم 1 لسنة 2023 على اساس ان احنا ننظم اوقات العمل في المنشآت السياحية. وطبعا معالي الرئيس انا حابة ايضا اني اشكر سعادة النائب مرة اخرى، وطبعا ان احنا في وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض موجودين على أساس أن احنا نقوم بالدور المناط لنا على أكمل وجه بالتعاون مع مجلسكم الموقر. شكرا معالي الرئيس. شكرا. تفضل الأمين العام. سؤال السادس. شكرا معالي الرئيس. إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة النائب منير إبراهيم سرور حول عدد الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة السابعة من المحافظة الشمالية، وشكرا. تفضل سعادة النائب منير. السلام عليكم مع الرئيس، مع سعادة الوزيرة أمين الرميحي، إخواني سعادة النواب. مع الرئيس، السكن المناسب، توفير سكن مناسب يعتبر من قبة الأولويات حق المواطن، وما تكون في الوزارة وزارة سكان من خيارات متعددة يعتبر عمل وطني وعمل إنساني للمواطن. احنا نفتخر في هالعمل، لكن انا جزء سؤال في عده فقرات اللي استلمت الاجابات من الوزيره. كان الفقره الاولى كم اجمالي عدد طلبات الاسكانيه الشماليه السابعه اللي هو القريه الجنبيه دبستان وبوري؟ كان رد 2119 طلب، لكن بدون تفاصيل، ما اعرف نوع الطلب، ما اعطتني تاريخ طلب، حاله الطلب، هل هو ساري باقي الى اخره، ولم نحصل على الخطة الزمنية المحددة لهذه الطلبات. يا مع الرئيس، من الصعب في زمن تكنولوجيا، احنا اليوم زمن تكنولوجيا بتطور، ما نقدر نعرف خطة متى استلمنا متى نوزع، عمل جدول زمني لهذه الطلبات. اليوم بزمن يتغير واصبحت المشاريع الإسكانية مقيدة وبمدة وحسب اتفاقية، يعني في اتفاقية مع المطور، في اتفاقية مع صاحب، مع الشركة اللي بتسوي المشروع، نعرف عقب كم سنة بيكمل البيت، متى بنستلمه. قد ايش اساس لازم احنا يعني نتوقع من الوزاره تعطينا طلبات او تعطينا ردود مفصله. الفقره الثانيه، ما هي المشاريع الاسكانيه الحاليه والمستقبليه التي قد تغطي طلبات الاهالي في الشمال السابعه؟ كانت الاجابه ممتازه، لكن يعني ونشيد عمل الوزاره، بس المشاريع اللي اعطتناها يعني خليتها اوبن، يعني ما يعني قالت مشاريع كثيره. انا ادري في مشاريع كثيره، بس ما هي المشاريع المخصصه حق الشماليه السابعه؟ طبعا هناك في اشخاص عندهم اكثر من 20 ل 25 سنه لحين ما سلموا، ما حصلوا من الخدمات الاسكانيه، وهذا شيء مزعج. الفقره الثالثه، كم عدد الطلبات الاسكانيه القائمه والتي تمتد حتى عام 2004 وما قبلها، وكم عدد الطلبات التي تم تلبيتها بحسب توجيهات صاحب سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله؟ قال لان احنا ان شاء الله تمتد طلبات المواطنين ل 2004، ما شفنا حصلنا اي يعني استفاده من التوجيهات. طبعا لم نحصل على الرد يرضي المواطن، المواطن للحين مو راضي على الاجابات حصلناها والخدمات، حيث كان الرد من الوزاره ولا يشمل التوضيح بالطلبات، فقط هناك مشاريع متعديه. الفقره الرابعه، كم المدة وعدد المواطنين الذي تم تسليم شهادات استحقاق؟ هناك عدد كبير تم تسليم شهادات استحقاق، بس ما نعرف متى يعطون من المسكن.
ولم يستلموا الوحدات ولا أي رد. حتى الوزارة حاليا ما ردت علم متى بيكون وضعهم، هل سنة سنتين؟ غالبية الحال اللي عند الإخوان أو الأهالي عنده حوالي يمكن شاز 4 سنوات أو 3 سنوات استحقاق، متى بحصل؟ ما حتى بحصلون الوحدة ما عرفني. الفقرة الأخيرة في السؤال كان هل تندرج، الدائرة الشمالية السابعة تحت خطة برنامج تطوير أراضي حكومية؟ وكان الجواب نعم، لكن في نفس الوقت في تناقض، كان هناك رد آخر بعدم وجود أراضي. إحنا نقول لها للوزارة أعطونا أراضي حق المواطنين، قلت ما في أراضي، بس حق العقاريين اللي يطورون أصحاب العقارات أعطوهم عشان تمويل عقاري. طبعا المواطن ما قدر يشتري، يعني بعض المواطنين ما قدر يشترون، أعطني أرض، أعطني فن الأرض وأنا أبنيها. طبعا عندي بعض الملاحظات، تحديات من الوزارة. التحديات، هناك تقريبا 15 طالب اسكاني لحالات خاصة، منها المريض من دول الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، 15 طالب ما ردوا علينا، كله يقول لنا في دراسات. برنامج مزايا وكثرة مشاكله، ومنها مزايا يعني برنامج جيد لكن مشاكله وايد، بسبب تعطل إجراءات مزايا يعاني المواطن خسارة المقدم. يعني يقول كنا حالي 5 شهور مقدم حق البرنامج، ادفع الديبوزيت مقدم حق صاحب المسكن، ما حسست كان مالي اخسر ديبوزيت، في نفس الوقت هدده صاحب العقار يقول لي اذا ما سلبتني تخسر عقار مالك. شكرا، تفضلي سعاده الوزيره. بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعا، واشكر سعاده النائب منير ابراهيم سرور على اسئلته اللي قدمها من خلال طبعا في هذه الجلسه، وكذلك طبعا التواصل الدائم ما بيننا وبين مكتبة لتوضيح أي استفسار أو أسئلة أو متابعة طبعا يتم تقديمها من خلال مكاتب مجلس النواب. طبعا في البداية بس حبيت أوضح، مثل ما دائما احنا نخبركم عن منهجيتنا في تلبية طلبات الأسكان. طبعا احنا منهجيتنا مثل ما دائما احنا نقول لكم، احنا سياساتنا تتبع على 3 محاور أساسية. المحور طبعا كل هدف سياساتنا هذه ان احنا نقلص قوام الانتظار ونلبي طلبات المواطنين باسرع وقت ممكن. مثل ما تعرفون الطلبات الجديده اللي تدخل سنويا على وزاره الاسكان جدا اعلى من الطلبات اللي تم تلبيتها خلال هذه السنه، ولذلك تم تراكمها الى ان بلغت قوائم انتظار توصل الى معدلات فوق 50,000 مواطن ينتظر خدمات اسكانيه. فكان لابد من احنا نوجد حلول جذريه وسريعه بحيث ان احنا نطابق سرعتنا في سرعه تقديم هذه الطلبات الاسكانيه خلال هذه السنوات. فلذلك طبعا احنا حطينا مثل ما انتم تعرفون ودائما نناقشكم فيها، سياستنا واضحه في وزاره الاسكان، هي تنقسم الى 3 محاور. المحور الاول تقديم خدمات اسكانيه فوريه لا تتطلب من المواطن انه يدخل قوام الانتظار. خلاص من يقدم طلبه يتم صرف تمويل له، ويتم طبعا اختيار من العقارات اللي احنا طبعا نوفرها اليوم على تطبيق بيتي اللي فيه اكثر من 10,000 عقار يتناسب مع تمويلاتنا الاسكانيه موجوده في كافه مناطق البحرين. بالاضافه الى هذا الشيء سوينا مسار ثاني، وهو مسار اللي فيه تعاون بيننا وما بين القطاع الخاص، اسمه برنامج حقوق تطوير الاراضي الحكوميه، اللي نتاكد ان اسعار الوحدات السكنيه ما تتعدى 99,000 او 98,000 دينار، واللي تتماشى مع قيمة التمويلات اللي احنا نقدمها للمواطنين. وهذه طبعا موجودة في كل مناطق البحرين، وبالأخص طبعا مدينة سلمان في المحافظة الشمالية عندنا مشروعين، كانوا المشروع الأولي كان في اللوزي واللي كان 132 وحدة سكنية والله الحمد كان الإقبال جدا كبير عليها، والمشروع الثاني الحين اللي هو 131 وحدة سكنية يتم بنائها الآن في مدينة سلمان في موقع متميز بتصميم جدا متميز، واللي إن شاء الله طبعا المطور العقاري المسؤول عن هذا المشروع بيعلن عن تفاصيل هذه الوحدات اللي ممكن أي مواطن في أي بغض النظر عن سنوات الانتظار بغض النظر عن المنطقة اللي هو فيها ممكن يقدم على برنامجنا في حقوق تطوير الأراضي الحكومية واللي احنا دائما نعلن عنها. وهناك مجموعة من المشاريع الكبيرة والكثيرة اللي جاية هالسنة واللي بتخدم كافة مناطق البحرين وكيل بتخدم منها مواطني المحافظة الشمالية.
وطبعا محورنا الثالث اللي هو احنا استمرار عملنا في مدننا الخمسة، واللي هي طبعا من أكبر المدن هي مدينة سلمان، واللي لا زال العمل قائم فيها، وتشوفون هذه العمل من خلال برنامج الحكومة، من خلال الميزانيات اللي تم رصدها معاكم في الميزانية العامة، واللي تم مراجعتها معاكم قبل إقرارها. فجهودنا لا تتوقف، وإحنا يمكن صج أطلقنا هذه الخدمات وأطلقنا هذه المسارات، ولكن المراجعة دائما مستمرة لهذه الخدمات، ودائما ما بندخر أي جهد أن إحنا نطور من خدماتنا أساس أنها تناسب رغبات المواطنين وتطلعات المواطنين. وهدفنا اليوم أن ما حد يدخل قائمة الانتظار، نخلص طلبات المواطنين من أول ما يقدمون طلبهم. فهذه الله يسلمكم محور. المحور الثاني الله يسلمكم، طبعا التعاون بيننا وبينكم لا يقتصر فقط على الأسئلة التي تقدمونها في قبة هذا البرلمان، ولا على عملنا معاكم في اللجان اللي يتم اجتماعنا معاكم فيها، ولكن عملنا دائما مستمر معالي الوزير معالي الرئيس في التواصل الدائم مع مكاتب النواب، اللي احنا بشبه يومي تقريبا توصلنا كثير من المكالمات من المكاتب، وعندنا علاقات جدا طيبة الحمد لله مع مكاتبكم جميعا ونعرفهم، وعندنا تيم متخصص في فقط الرد على التساؤلات والاستفسارات اللي تينا من مكاتب السادة النواب، واللي احنا قد ما نقدر نبذل جهدنا ان احنا نعطيكم كل التفاصيل اللي متوفرة واللي انتم ممكن تنقلونها للمواطنين اللي توجهون الى مكاتبكم. طبعا مثل ما قلت انا الله يحفظكم سابقا، طبعا هناك مثل ما انت ذكرت الله يسلمك في كثير من البرامج اللي في يمكن الحين تحديات يواجهونها المواطنين. انا بس ابغي اخبركم انه طبعا مثل ما قلت لك احنا في مراجعه دوريه لبرامجنا، شلون نطورها، شلون نبسط شروطها، شلون نبسط معايير المراجعه فيها. بالاضافه هناك جانب توعوي لازم المواطن يكون عارف جوانبه قبل ما هو يدخل في علاقة تعاقدية مع المطورين. يعني مثلا انه هو يقدم مثلا عربون بدون ما احنا قبل ما نرد عليه او قبل ما نعطيه الموافقة، هذه احنا دائما نحرص على توعية المواطنين فيها، لا تقدمون اي عربون للمطور او لصاحب البيت الا لما تتأكدون تحصلون الموافقة النهائية من وزارة الاسكان والتخطيط العمراني، لان بالفعل فهذا يدخل في علاقة تعاقدية لازلنا طرف احنا فيها ولم نقدم الموافقة. فهذه طبعا حملات التوعوية مستمرة، ومثل ما تعرفون هناك كثير من المبادرات اللي احنا نقدمها في الوزارة، سواء كان توجه إلى دوائركم لتقديم المحاضرات التوعوية، سواء كان من قبل منصاتنا الاجتماعية، من قبل الويب سايتس للوزارة. دائما نحاول نحط الأسئلة الأكثر تكرارا على أساس أن الناس تكون على اطلاع دائم بأي مجريات ونصايحنا نقدمها لهم. بالنسبة حق الحالات الإنسانية اللي تقدمت فيها الله يسلمك سعادة النائب، طبعا أكيد حالات الإنسانية تعتبر من أولوياتنا إحنا كوزارة، لأن بالفعل هناك حاجة ماسة من بعض العوائل، أما لضعف الدخل أو لوجود حالة مرضية فيها، أو لا قدر الله في أي ظرف من الظروف. تأكد أن إحنا عندنا طبعا لجان مختصة تنظر في هذه الحالات ويتم توصية بالحل أو بالخدمة الإسكانية المناسبة لهم. أما طبعا فئة الخامسة أو الطلبات النسائية من حيث المطلقات الأرامل أو النساء اللي يعني للأسف ما يكون عندهم عائلة أو ذويهم يعني مو موجودين، هاي طبعا أكيد هما تحت بند جدا واضح، شروطه جدا واضحة، وطبعا هناك تعامل جدا وثيق وتعاون مع مجلس الأعلى للمرأة في هذه الحالات للنظر فيها. فإذا كان هناك طبعا الله يسلمك من الحالة اللي ذكرتوها أن هناك حرمان، أبدا ما بيكون حرمان، وفقط تعديل إجراءات بدل ما يكون في باسم المواطنة انتقل إلى اسم ولدها، لأنه هو طبعا تخطى السن، وصل إلى مرحلة أو سن الرشد، فهو ينتقل فقط الطلب باسمه، ولا زال يتم صرف علاوة الإسكان. فبالعكس ما في أي حرمان لها، وبتظل هي على قوائمنا وبتظل طلبها موجود، وأكيد إحنا دائما بنكون يعني بنحاول قد ما نقدر إن إحنا نخدم هذه الفئة. فأتمنى أن يمكن جوابي غطى معظم تساؤلاتك سعادة النائب، وإحنا أكيد حاضرين وموجودين لأي تساؤل سواء داخل قبة البرلمان أو خارج قبة البرلمان. دائما نتأكد أن إحنا مكاتبنا وموظفينا على أتم الاستعداد للتعاون معاكم فيما كل في خير للوطن والمواطن بإذن الله. تفضل الأمين العام، السؤال الثامن.
شكرا معالي الرئيس. إجابة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من سعادة الإمام محمد جاسم العليوي حول عدد الطلبات الإسكانية القائمة لأهالي الدائرة الثالثة من المحافظة المحرقة لكل سنة على حجة نظرا لاعتذار سعادة النائب لظرف صحي. يأجل السؤال. البند الرابع اقتراحات بقانون. تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون تعديل الفقرة الثانية من المادة 162 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من أصحاب السعادة جميل ملا حسن، حسن إبراهيم، حسن، حسن عيد بو خماس، هشام العوضي، محمد فاروق الدول. شكرا. تفضل سعادة نائب عبد الحكيم، شنو مقرر؟ نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. أصحاب السعادة، شخص بس مقدم طلب واحد اللي تداخل. تفضل سعادة نائب جميل. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، احنا قدمنا اقتراح بتعديل الفقرة الثانية من المادة 162 وهو إلزام الجهات المختصة بالرد على لجان التحقيق في مدة أسبوعين، وحق لهم أن يطلبون تأجيل مدة أسبوع. معالي الرئيس، مثل ما يخفى عليك كثير من اللجان اللي صارت كانت تشتكي بعدم رد الجهات المختصة. اللجان لما تطلب وتوجه أسئلة واستفسارات للجهات المختصة فتير ردود متأخرة، واللجنة مدتها 4 أشهر فتير ردود معالي الرئيس أحيانا إلى قرابة نهاية يعني فترة اللجنة، فهذه الردود المتأخرة تعيق عمل اللجنة. فاللجنة تحتاج معالي الرئيس الأجوبة والبيانات المطلوبة من أجل أن تصل إلى ما تريد من المعلومات، من أجل أن تحلل هذه المعلومات، من أجل أن تكتب التوصيات، من أجل أن تحلل هذه الأجوبة. فهذا الاقتراح معالي الرئيس يهدف إلى تحقيق وأهداف لجان التحقيق، فنتمنى معالي الرئيس أن النواب يوافقون على هذا الاقتراح بقانون، وكذلك الحكومة نطلب منها أن توافق على هذا الاقتراح. وشكرا. توصية اللجنة فضل. توصي اللجنة وبتوافق أغلبية أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 162 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك لوجاهة الأسس والمبادئ التي تستند عليها. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟ تصويت تفضلكم. أغلبية موافقة، ويحال الاقتراح بقانون الحكومة لتضع في صيغة مشروع. تفضل الأمين العام. شكرا معالي الرئيس. من جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون تعديل المادة 345 من المرسوم بقانون رقم 21 سنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، والمقدم من أصحاب السعادة ممدوح الصالح، محمد الأحمد، أحمد قراطة، جلال كاظم، مهدي الشويخ. وشكرا. تفضل المقرر. شكرا سعادة أبو الحكيم، ما قصر. شكرا معالي الرئيس. أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. تفضل. معالي الرئيس، احنا نبغي نسحب المشروع بقانون المقترح بقانون لمدة أسبوع عشان يتم إدماجه مع الأسباب اللي احنا اللجنة رفضته، لأن حسب اللي موجود عندنا وموجود في التقرير أيضا أن هناك قرار لمجلس الوزراء لسنة 2021، وهذا القرار فيه تفاصيل كاملة وجداول مفصلة حق الأنشطة اللي موجودة، وكل نشاط حط اشتراطات الخاصة فيه واللي تناسبه حسب الاتفاقيات اللي تم توقيعها مملكة البحرين مع الدول الثانية. وفي بعض الشروط أن رأس مال ما يقل عن 20 مليون دينار على أساس أن وجاهة المشروع أنه يكون تملكه الأجنبي 100%، وبعضها أنه يكون إذا البحرين بيكون معاه شريك يكون 3 مليون دينار.
فهذه الأمور صدرت بقرار مجلس الوزراء، فلما احنا نشرحها بقانون يكون قيد 100,000 دينار هي تتعارض معاها. وأيضا هناك قانون لتنظيم الاستثمار الأجنبي يتم مناقشته في اللجنة المالية، فاحنا نفضل ننيبهم مع بعض على أساس يكون واضحة الأسباب ويكونوا مع بعض ويكون سبب الرفض معروف شنو. طيب. فاللي أطلب أن يتم سحب التقرير لمدة أسبوع عشان ننيبهم مع بعض يكونوا بشكل منطبق. لحظة مهدي الشويخ تفضل. تفضل. شكرا معالي الرئيس. هناك شعور عام بين المواطنين بأن ترك السوق مفتوح. إيه ما علي، أنا معترض لأن على رفض اللجنة المالية إلى الاقتراح بدون أن ساعتنا مهني. بس لحظة شوية، بدون أن تتواصل مع مقدمي المقترح وعلى أساسه أنا ببدي معارضتي وببدي وجهة نظري. لازم أحط وجهة النظر على الأقل حق نوصل إلى يعني شنو نقطة النظام فضلك؟ نقطة النظام اللجنة المالية رفضت الاقتراح كاملة من غير أن تتواصل مع مقدم الاقتراح. إذا كان هناك مقترح آخر أو ما شابه فليكن ينادون أصحاب المقترح حق يقدمون مقترحهم. إحنا اليوم البحرين متروكة لمن هب ودب من المستثمرين الأجانب لفتح مشاريع بعضها وهمية وبعضها تؤثر على الاقتصاد. إذا ما كان عنده رأس مال، حد أدنى للرأس مال، ما ممكن أن نعطي التصريح. هذا الموضوع لازم أنه يكون فيه. إحنا اليوم مع التجار البحرينيين، مع المواطنين البحرينيين، وليس مع المستثمر الأجنبي أنه يجي يلعب في السوق. هاي واحدة. اثنين، النظام إذا كانت اللجنة المالية ترفض هذا الاقتراح يجب أن يكون هناك أو عندها توضيح. ما رفضت يا رب. يجب رفضت. مرفوض. ما لي رفضت مرفوض. إذن يجب أن تنادي أصحاب الاقتراح وتوضحهم أن هناك في مجموعة من الاقتراحات إذا ممكن أن ننظمها مع بعض. هاي الأصول. أما توصل للمجلس وترفض بالرفض ومن ثم أن أصحاب الاقتراح غير يعني معنيين بهذا الأمر، فهذا شيء لا يمكن القبول فيه. رئيس اللجنة تفضلي. معالي الرئيس، هذه مو نقطة نظام. معالي الرئيس، هاي مو مداخلة، هاي نقطة نظام. لا تخلونا نختلف على شيء بسيط. في شيء اسمه مداخلات احنا، وفي شيء اسمه نقطة نظام. نقطة نظام هو أي شيء خالف اللائحة. معالي الرئيس، أولا احنا هذا المشروع اللي جبناه طبعا مقدم من 5 أشخاص، واحد منهم عندنا في اللجنة موجودين، عندنا عضو موجود في اللجنة من مقدمي المقترح. فإحنا حتى تناقشنا معه وتكلمنا معه واستعرضنا معالي الرئيس عدة قوانين تعارض هذا المقترح. اليوم عندنا قرار صادر في أغسطس 2021، قرار من التجارة يقول لك أقل رأس مال حق أجنبي 20 مليون. شلون الحين مقدمين لنا بس 100,000؟ في شيء مفصل، قرار صادر مفصل بالأنشطة التجارية، إن إذا أراد أي مستثمر أجنبي التملك بنسبة 100% في هذا في أي مشروع من هاي اللستة، إن أقل شيء يكون رأس ماله 20 مليون. اليوم بهذه المادة المقدمة اللي هو 100,000 فقط رأس مال أجنبي الاشتراك بيناقض وبينقض هذا الجدول. معناته أنت رافض 20 مليون حق الأجنبي وبتسمح إليه وبتفتح الباب حق كل الأجانب، تعالوا يلا استثمروا ب100,000 زي 20 مليون. التصويت بيكون الموافقة على سحب التقرير يعني يطق أخضر. تفضلوا تفضل لمدة أسبوع. التصويت. أغلبية موافقة. شكرا أصحاب السعادة، شكرا سعادة الوزير، ترفع الجلسة.